يو السلام عليكم، معكم اسامه قصدال زومبي. اليوم غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي هو مهم بالنسبه ليا، واللي غادي نشارك معكم التجربه ديالي اللي دازت فيه. دونك الموضوع وما فيه هو كيفاش بديت وكيفاش وليت. دونك كيفاش بديت، هذا انا في 2020 سبتمبر نهار 29. دونك نهار بوستيت واحد الكومبو اللي هو اول كومبو اللي تقريبا فيه لي زافون بزاف، كما كتشوف ما كاينش الاثنين، لعبهم بزز كما كنقولوا، وواحد الجهد اللي قليل. دونك هذا انا عاوتاني في 2021 تقريبا، راه داير دونك تقريبا عام دات على هادشي. ماشي غير الوقت اللي تبدل حتى افواتش الشكل ديالهم الكلين ديالهم. دونك اليوم الموضوع غادي يكون على مساله ديال الوقت، بالنسبه للوقت ستريت ورك اوت. دونك الفكره وما فيها هو انك ماشي انك تشد اللعبه اللي تكون ماشي كلين، ولكن المشكل هو انك ما تحاولش تبدل ديك اللعبه وتفشل وديموتيفا، وما تحاولش تبدل داكشي اللي ما عاجبكش انت. الوقت راه كيلعب معاك ماشي ضدك. كل ما عطيت الوقت لواحد اللعبه ولا واحد الحاجه اللي انت كتفكر فيها كما كان، يا في حياتك اليوميه يا في ستريت ورك اوت، عطيت الوقت لواحد الحاجه تيق بيا وكون اكيد ملي غادي ملي دوز واحد الوقت اللي هو كافي غادي تكون واحد النتيجه اللي زوينه واللي غادي تفرحك. اذا ما تسوقش الشكل ديال اللعبه في الاول. الا خدينا جوج ديال الاشخاص اللي هما مختلفين، يقدر الواحد بواحد الميزان ديال الكلين بان 100%، يقدر واحد يشد ب 70% و40%. هو الطريق ديالو 100% ساهله، ولكن انت الطريق ديالك باش توصل 100% صعيبه. ولكن الا وصلت انت ل 100% هو بالمية كتكون انت احسن منه. علاش؟ حيت انت زدتي 60% اما هو زاد غير 30%. دونك هي زوينه وخايبه من واحد الناحيه. دونك بقى تلعب داك اللعب مزيان، بقى تلعبو زعما مزيان، بقى تلعبو بزاف، ما تفشلش عليه، ما ديموتيفاش، بقى تلعبو بزاف فاش تجي تقصر، فاش تجي تريني فري ستايل. المهم هو ما ديموتيفاش. الشكل ديال اللعبه في الاول في اول مره كتشدو راه ما كيهمش، وما تيهمش حتى في الشهر الاول. خاص ضروري تعطي الوقت كما كتعطي الوقت لاي حاجه باش تبدل. سو بيس ليكم، ما تنساوش لايك سبسكرايب الكومونت، وبيس وصيفط الدراري صحابك باش يتموتيفاو.